تنيم وواحد هلال. كرة خلصت خلاص. خلاص. باي باي يوروب. باي باي. It's our time. الصحابي الحين شنو وضع هناك الهلال؟ من شفت بالامتياز؟ سام دوسري المسدد الأول. سالم مين؟ سام دوسري. يعني افتكروا بالخير بقى. نقول ده كان كويس بيقف قبل ما يحطها. لا لا كل احترام وتقدير اكيد. يعني انا قللت منه فيه لعيب كبير بس النيمو جه. يا اما بقى يلعبوا النيمو في 10 هو يلبس 10 يبقى يلعبوا في 10 هيلعبوا في 10 هم يلعبوا سالم مهاجم الحين مهاجم مو ثابتين عليه متروفيتش يقولوا ممكن وميشايل يمين. لا 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 هيصير نيمار ومهاجم ميشايل. لا 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 هو سافيتش ده ايوه ونيفيز حلو ويلعب قدامهم النيمو. نيمو ياخذ راحته بس يلعب زي او الصحاب الحين سافيتش ونيفيز ويلعب قدامهم النيمو. مش هيقولوا له انه اوعى ترجع تدافع مين النمار؟ ايوه النمار الالف ولا متحقق. انت عايز النيمو يرجع يدافع؟ ده لو رجع يدافع احنا نعمل ايه؟ يعني زينا اللي بيلعبوا عادي دول يعملوا ايه؟ لا يا عم ما تجيبش يرجع يدافع. على فكره يحب نيمار جدا جدا يحب نيمار. نيمو ممتع ممتع. احنا اوروبا منو فيها الحين؟ الحين شنو يعني اذا مثلا والله اوروبا فيها سايد سوستا وعلي حلبيسة. يعني قرعة دور 16 دوري ابطال اوروبا شنو يعني؟ ولا حاجة. احنا نستنى السيمي فاينل. الله يبارك للسعودية والله اللي عاملها. اي والله. والله. والله منو فيه الحين؟ بابي وهالاند فينيسيوس بعد اللي جاي تقول لاعب كل دول عشوائيين. هم جابوا الناس اللي بتعرف تلعب كورة. ايوه سمعوا تصريح عمرو بساعة تحت الكاميرات هالاند ما بيعرفش يلعب. وربنا هالاند ما بيعرف يلعب. وربنا انا بحلف اهو. يا كره بالجري هنقعد نجري ايش ها هم دول اللي بوظوا الكره والله. مهاجم يا رجل مو ضروري يكون اصحاب مهاجم. اسمع يا صحاب هالاند حلو مهاجم كلاسيكي. يعني مثلا من ساعه انا اقول لك انزاجي يعتبر اسطوره. انزاجي تشكيل التقسيمه تقسيمه بالنادي ما اختاره. خلاص انا اقول لك حاجه بس هالاند ما اسمع اوضح لك يعني لا رقم 9 بس انا ما بحبش 9 كلاسيك ده. ايوه 9 كلاسيك يعتبر انت ما تحبوش بس هو قال سيتي وخذ ثلاثيه وكسر ارقام قياسيه. ما بيعرفش يلعب كلمه كبيره قوي هذا مصاب. تصريح هيحسب عليك والله راح يتسجل. يا عم يتسجل راجل بالوجع دماغ. الناس دي لازم تنقرض اصلا اللي بيجروا دول وخلاص لازم. او الصحاب هاند لو يلعب معاك بنفس الفريق انت هتكون نجم. صح صياد اي كره بس تحطها وخلاص. صح والله سحبت كلامك. سحبه والله. لا بس برضه مش عايز اقول لك مش عايز النجوميه اللي تيجي من وراه برضه. يعني انت تفضل مبابي على هالاند ها؟ مبابي على الاقل اعمل لي بكعبه كده واحطها في السوق ولا بتاع. هالاند ما بعرفش اعملها في السوق. اعطها في السوق. هالاند ما بعرفش اعملها في السوق. هالاند ما بيعرفش يحطها في السوق؟ ما بعرفش والله. ثلاث ارباع اجواله في السوق هو. ايش اقول لك؟ خلينا. انت قاعد زعلان منك. خلينا منك. مشكلة انت لعيب يعني انت لعيب عارف بتعمل كده وكده وتدي كوبري كده. ايوه. ما ينفعش النوعية دي. هو وظيفته هو وظيفته يخلص لك الكل اللوي اللي انت قاعد تسويه تعب. من الاخر؟ تطلع لي تعبان تيجي البيت والحوض واقعني هو هالاند يخلص لك الموضوع. لا الواد ده مش مريح لي نفسيا. الواد هالاند مش مريح. مش مريح هو مش مريح كده. اصلا مش بحس ان هو يعني. انت الظاهر ما تحب الاسكندنافيين صح؟ تبع النرويج واسكتلندا واسكتلندا السويد مش مريح مش مريح. لا ابره ابره حبيب ابره اوكي تمام ابره متجنس. لان اسمع انا اقول لك شيء شنو وضع مبابي مع مدريد هيجي؟ او صاحب ده القطار تدري عمل ايه قطار مدريد مع مبابي؟ وربنا مبابي ده بيلعب بمدريد كانه صاحبته القديمه الاكس بتاعته. هجيلك؟ لا مش هجيلك. هجيلك؟ لا مش هجيلك. اوب اهو عامل لها بلوك اوب. والله عيب عيب والله عيب. امس داش تمرين شلون قبل وعاملين له ممر يعني بيضحكوا علينا. ايش قول عاملين له ممر يعني بيضحكوا علينا يعني اللي هو ايه احنا وديناه مدريد وجبنا في اللي بيحصل وديناه مدريد على تويتر وجبناه بقى احنا تاني فاعمل له ممر يا ابني واتبسطوا. لاعب جديد ايه يا عم الجنان ده؟ ده عامل عالم مجانين. هو دي صفقه بيضحكوا علينا؟ استغفر الله. كده اتشتم امه اتشتم وهو اتشتم الجمهور شتم. هو شتم باريس. هو شتم هو بعض. عندهم اخلاق احسن من اللي عندنا. يعني ايه المسامح كريم قوي كده؟ ايه يا عم ده؟ صحاب انت عارف حصل ايه مع مبابي؟ مبابي قبل شهر طلع يعني مو شتم باريس تكلم بالسوء عن باريس. وطلع رئيس النادي ورد عليه برد اقوى. وبعدين طلع المدرب قال ما في لاعب فوق النادي. كذابين. في لاعب فوق النادي وفوق واستبعدوه من المعسكر. واستبعدوه من اول مباراه. شفت له صوره مع الناشئين برضه. او امس في ممر.
ولا فرق. ايه ده والصف ده البوم كبير قوي يسمعه بسرعه. هو بيبين لك ايه ان احنا عملنا لا ده كله. فشوفوا بقى الصفقه الجديده ده مبابي غير اللي فات. يعني ده مبابي جديد. مبابي جديد بيرسي جديد. نسخه جديده. ايوه خدوا نيمار وخدوا اللي انتوا عايزينه ده قاعد. والله والله العظيم مشكلة. المهم رهيبة باختصار برايك شيقي؟ شيقي يمكن بيريز مش عاوزه. يعني ماشي الحوت مش عاوزه والله. ماشي كده ماشي كده.